لما نروح مشوار للعلمين يلا. نشوف ايه اللي بيحصل هناك، وزميلنا محمد الجباس موجود هناك هيقول لنا ايه التجهيزات للفعاليات الجديده، كل يوم في جديد هناك، عايزين نسمع منه. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك يا إيمان، ومساء الخير على مشاهدين سي بي سي في كل مكان. يعني لليوم السادس على التوالي بتتواصل وفعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة، اللي يعني بيتنوع بين الأنشطة والفعاليات بين الثقافية والفنية والسياحية والرياضية أيضا. يعني لكن خليني أكلمك عن الحدث الأبرز النهاردة، وهو الإعلان عن أسبوع المحركات واللي أعلنت عنه الشركة المتحدة، واللي بيأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهو سباقات السيارات واللي هتقام في الفترة من 16 أغسطس حتى 24 أغسطس القادم، ضمن فعاليات أو من الفعاليات المهمة والقوية جدا في مهرجان مدينة العلمين الجديدة. البطولة بتهدف أنها تكون أكبر تجمع لرياضة المحركات في المنطقة، وهي السنة الثالثة على التوالي بتحدث في مدينة العلمين. شهدنا في النسخة الأولى لمهرجان العلمين السنة الماضية نجاح كبير لهذه البطولة، وسباقات جديدة ومختلفة تقام فقط على أرض مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة أكثر من 300 متسابق وأكثر من 12 سباق مختلف. لكن بتتواصل الفعاليات، فعاليات وزارة الثقافة على طول الممشى السياحي أو في المسرح الروماني المتواجد في المدينة التراثية، وأيضا بتتواصل الفعاليات الرياضية والبطولات الرياضية من خلال منطقة الترفيه والألعاب التي تحتوي على ملعب للكرة الشاطئية، سواء كرة السلة أو الطائرة أو حتى الباراموتور، رياضة الباراموتور أو الطائرات الشراعية التي تحلق في سماء مدينة العلمين. يعني مدينة العلمين الجديدة أو مهرجان مدينة العلمين الجديدة بيشهد فعاليات في الجو وفي البحر وفي البر أيضا، يعني على الممشى السياحي أو في شوارع مدينة العلمين. كما أعلنت الشركة المتحدة أن إيرادات النسخة الثانية من إيرادات مهرجان مدينة العلمين الجديدة سيوجه منها 60% لصالح أبناء الشعب الفلسطيني. كمان كمساهمة من الشركة المتحدة أطلقت شاطئ مجاني عام للدخول للزوار المدينة والسياح هنا في مدينة العلمين بأقل تكلفة وأفضل شكل ممكن، يعني سواء في شكل الشاطئ أو حتى في التجهيزات اللوجستية لهذا المكان. ما زالت الفعاليات متواصلة. لو هنتكلم عن الويك اند الثاني هنا الخميس القادم والجمعة والسبت، سيشهدون عدد من الحفلات الضخمة لكبار النجوم. يعني مثلا الخميس حفلة للقيصر كاظم الساهر، والجمعة حفلة للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي والموسيقار نادر عباسي، كما أكد لكم خلال المداخلة الهاتفية منذ قليل في البرنامج. الفعاليات بالتواصل، نجاحات مستمرة في مهرجان مدينة العلمين الجديدة بالفعاليات المختلفة سواء الفنية أو الثقافية أو السياحية. وكما يعني ذكرت لك أن الأبرز اليوم هو الإعلان عن موتور ويك أو أسبوع سباقات السيارات اللي أعلنت عنه الشركة المتحدة، واللي بيأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وأنه سيقام في الفترة من 16 أغسطس إلى 24 أغسطس القادم ب 12 سباق مختلف وأكثر من 300 متسابق، يعني كواحد من أقوى الفعاليات والأنشطة ضمن مهرجان مدينة العلمين الجديدة. يعني هذا أبرز ما لدينا هنا من مدينة العلمين الجديدة، أرض يعني السحر والأحلام والأمل، والتي تحولت من منطقة ألغام يعني أصابت وأماتت عدد كبير من المواطنين على أو في هذا المكان، إلى منطقة مليئة بالأمل والأحلام والبهجة والسعادة. وهذا ما رأيناه على وجوه كل المتواجدين هنا، سواء المواطنين المصريين أو السياح العرب والأجانب. دي كانت رسالتنا من هنا إيمان. أشكرك عودة يا مرة تانية ليك للاستوديو. أشكرك جدا جدا جدا. مدينة العلمين مدينة مصرية عالمية، لأن هي بمعايير ومقاييس عالمية، وإحنا لسه بننتظر المزيد من المهرجان إن شاء الله، وهنتابع معاكم نبض هذه البقعة الساحرة اللي موجودة على خريطة الكوكب. هنرجع مرة تانية. شكرا ليك محمد جباس.